خد يا ابني يا سويع امشي يلا من اخوك. لا 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 انت لسه جديد. صحيح دول نزلوا العساكر الجديده دي سنه جديده. الله ما صاحبك قديم كده ليه؟ هو انت طالب هنا؟ طالب هنا. بص يا حبيبي هقول لك على حاجه، الجامعه دي ثلاث حاجات، قبه وساعه وطلعت عروس. طب طلع يا حدي بقى كرنيهك. بطلع كرنيهي يا عم الحاج؟ عيب عليك، على النعمه ده انا هنا من وانت في المرور يا جدع. اسمع الكلام بقى بذمتك، ده شكل طالب جامعه كده ماسكه من هنا كده، وانا لازم اجي احضر لك الاكل سر ولا رافع لك البوكسر مصدرهولك عشان ابقى طالب فيه يا جدع انت؟ وبعدين اقول لك على حاجه، بتاع البطاطا عندكم شكله ايه؟ بلاش بتاع البطاطا، في نقاش لابس بنطلون كاروه على شيرز يبقى طالب يا ماجي. وسع وسع كده بس، وسع يا غالي. لا 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 سيب لنا الطلعه دي معلش، بس الحاجات دي مكلفانا كتير. برضي متكيف؟ يا جدعان انا عندي ليكوا خبر مؤلم، الندوه اتلغت. بقول لك ايه يا سعادتك باشا، التليفون ده فيه بلوتوث وانا مش عارفه اشغله، حضرتك يعني تعرف تشغلهولي؟ طبعا بسيطه. طيب ايه رايك نخرج بره بس عشان الدوشه والزحمه والناس بتبص علينا وكده يعني؟ اوي اوي يلا بينا. يلا بينا. طب مش كنت تقول لنا بدري لما احنا قاعدين هنا؟ معلش ما احنا مش عايزين مشاكل مع الامن، الامن ده هو الامان وال بقول لكم ايه؟ استاذ جمال مستنينا في الجنينه. يلا النبي يا كابتن اللي هناك، ادي ازاز السفن بس للاستاذ جمال، حد مظبوط الساوي. الله 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 ايوه 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 الله. النهارده يا شباب ليله شكلها كلها ربيع، وانا مش جايب لكم اي حد، ده انا جايب لكم الشاعر البديع. سمعوني صرخه يا جدعان. الله شباب 100 100. ايوه كده عشان نبقى فاهمين مع بعض. عايز اقول لكم يا شباب ان الفن مش فلوس ولا ناس على ناس تدوس، الفن كلمه حلوه، كلمه حلوه والله بتريح النفوس. والنهارده يا جدعان انا جايب لكم الشاعر الكبير، الكبير قوي الكبير قوي قوي. يخرب بيتك يا اوعى. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه يا عم ده استعمال شخصي، انا جايب لكم سماعات. امشي مؤاخذه لا مؤاخذه يا استاذ جمال معلش يا اقدر ما حصلش. الله يا اخوانا يا استاذ جمال هيقول لكم كل الشعر اللي انتوا عايزين تسمعوه، بعد كده ممكن تتناقشوا معاه. اتفضل اتفضل يا استاذ جمال، تحيه كبيره قوي للشاعر الكبير استاذ جمال بخيت. اتفضل. دين ابونا يا مسلمين في يقيني أعز دين، كلمة الحق المبين، كلمة النور الأمين، حكمة يكتبها الإله فوق جبين الطيبين. دين أبونا يا محمد أنت سر ومبتداه، أنت إحساس ومداه، دقة عارفينها في قلوبنا لما نخشع للإله، لما نطلب يوم رضاه، لما نركع، لما نسجد، لما نفرح بالحياة. دين أبونا إبراهيم رش جمر النار حنين، على الخرايط والأماكن اتولدنا طوافين ذاكرين. دين أبويا لو مسيحي رحمة لأجل العالمين، نصرة لأجل المظلومين، كلمة الحب اللي بايس الصليب جوه الكنايس، ندهة الأجراس لمريم والأمان للمجدلية، رحمة ليكو ورحمة ليا. المسيح شايل ألمنا لأجل يهدينا السلام، خد أيمن خد أيسر، العبادة ماهيش كلام، عيش باسم الإنسانية وإنسانية تدفعك للانتقام. دين أبويا دين إلهي أينما كان اتجاهي،
حتى لو كان دين يهودي. احنا مش ضد اليهود. موسى في القرآن وليد يحضنني للخلود، بين ايديه 9 عصاته حية وجدودنا شهود. سحر أمه برب موسى إن أسم له بحر عاتي والجبل عرف السجود. رجعت الحية عصايا، حضنت التوراة وصايا. اوعى تقتل، اوعى تسرق، اوعى تزني، اوعى تقبل بالخضوع. بحر خير الكون يواتي لما نفرض له القلوع، والجحيم ياكل سننكو لو فقير فيكم يجوع. الوصايا هي هي، ارتضيها زي ما هي، في ضميري وفوق شفاهي. دين ابويا دين الهي، اينما كان اتجاهي، حتى لو كان مش الهي، حتى لو كان مش الهي. المجوسي يترعب من نار ويعبد الاله اللي في خياله، ليه حرامه وليه حلاله. تسمعوا في معبد دعاء، تلهموا رعشة رجاء، للبقر ناس يعبدوه ويدينوله بالولاء. مش غباء، تعرفوا في البقرة ايه بيقدسوه؟ العطاء. دين ابويا اي دين فيه عصاة او مخطئين، بس في نهاية المطاف فيه ملايكة ومؤمنين، والرضا للصابرين والهنا للصالحين. فيه ملاذ للعابدين الشاكرين المشتاقين، رغم الضياع لليقين. دين أبويا أي دين اللي أنا بقى معرفوش؟ الوحوش، الكروش، اللي لو طالوا رقابينا بينهشوا ما بيرحموش. دين ابوهم اسمه ايه؟ صاحب الله، صاحب الله. اللي داسوا فوق رؤوسنا بالبيادة، اللي مشيوا بالبلاد للبلادة، اللي فتاويهم فساد للعقل يقضي على العبادة، اللي مسحوا من الآيات معنى الشهادة، لوثوا الدم في عروقنا، سدوا عين الشمس فوقنا، سرقوا ضوءنا، صدروا نيلنا ودفعونا تمن وضوءنا. دين ابوهم اسمه ايه؟ اللي باعوا وطن بحاله، اللي باعوا وطن بحاله وخضرته وصفرة رماله ونسوته وشهوة رجاله، بهجته ودمه وعياله، خطوته وسنين نضاله، ثورته ضد احتلاله. دين ابوهم اسمه ايه؟ صاحب جامعة دواوة. صاحب ايه يا مصر؟ ايه يا مصر؟ ايه يا ارض الطيبين؟ اللي حكموا في الزمان ده يبقوا مين؟ دين ابوهم اسمه ايه؟ حد يعرف فيكوا دين؟ كل اتباعه لصوص او قواضين، في المعاصي مولودين، في الكراسي مأبدين، في التفاهة معدودين، في السفاهة مفرودين، على البلاها مسندين، للشراهة مجندين، على القرف متعودين، على الشرف متمردين، على الوطن متنمردين، بالخيانة موحدين. اللي يعرف دين كده يقول لي عليه. دين أبوهم اسمه ايه؟ صاحب الطلبة. الله أستاذ جمال، ديك أبوه اسمه ايه؟ ديك أبوه اسمه ايه؟ الله الله أستاذ، انت هريك دايلة انت وهو، ايه اللي بيحصل هنا ده؟ عدر ما حصلش.